يا شهد والله يسار زاو نافي هادشي اللي غنقول زياش راه كلشي عارفو بلي راه لاعب كبير وكيلعب راه شفناه في تشيلسي وشفناه في شحال من ماتش وما خاصوش يمشي يعني راه خليلو زيش راه زانا في زياش بهذاك القرار اللي خدا في كاس افريقيا ما جابوش يعني راه داكشي حيت انا قريت تصريح في فيسبوك قال لك بقى فيه الحال حيت ما جابوش في كاس افريقيا هادشي اللي قاله هو ايوا اش غنقول لك ليلى يلا شنو بالك التصريح اللي خرج به زياش ما اش غنقول لك زياش راه لا جيتي عنده الحق حيت راه ما جابوش في كاس افريقيا يعني راه غيحس بالحقره في ديك اللحظه واش فهمتي واي واحد في بلاصتو راه يقدر يدير داك البلان هذا وحنا راه ما كرهناش يجي في كاس العالم يلعب والله ما كرهنا حيت لا زياش راه كلشي شافو في الدوري الانجليزي راه داير بلاصتو صحه يعني راه زياش راه لاعب كبير وما خاصوش يمشي وإذا جيتي هادشي كامل كيرجع لخليل وزيش هو اللي رزانا في جيه على قضية قرار ديال زياش ما واش ما عرفت واش تسرع حيت الاشكال تيك الا عنده اشكال مع 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 الاداره ولا مع الناس اللي خدامين في الاداره راه خص داكشي يتعالج داكشي تا خص يكون بعيد على الكره اللعاب عنده في رجليه اللعاب عنده في رجليه خصو يجيبوه حنا راه الشعب حنا راه كلشي الشعب راه تشوف القهاوي تشوف القهوه عامره كلشي تي خصنا الجناح خصنا اللعاب شحال من اللعابه ماشي زياش كاين تام زراوي كاين حارس كاينين اللعابه خصهم يكونوا كاينه الرسميه بحال اخر بحال ذاك اخر ماتش لعبناه مع مصر هذيك التشكيله راه بحال قلتي هي تيخربق ديك التشكيله اللي لعب بها اخر ماتش ربحنا خص ديك التشكيله اللي غيلعب ديك اللي لعب مع مصر يعني خص الاجنحه اصلا باش حتى حكيمي تستافد منه الا بغيتي حكيمي تستافد منه راه خص اجنحه باش يطلع حكيمي باش تستافد منه مزيان اما انت راه تترزى من واحد اللعاب زوين عنده في رجليه راه تنشوفوه في تشيلسي تنشوفوه كيفاش تيلعب عنده في رجليه ديال بصح يعني راه يعني حالي لوزيت ماشي شي مدرب نيت اللي غنقولوا راه يستاهل يشد هذا المنتخب حيت عندنا منتخب زوين فيه الدراري نقيين فيه الدراري اللي باقين صغار ماشي شي لعابه اللي ما عندهمش رجليه وكذا يعني في الاخر من الا جيتي لواحد الحاجه اللي انا تنايد داك تنايد حكيم عرفتي علاش حيت الاشكال في المدرب ماشي في حكيم تتجي حتى الاخر وتتقول راه من حقه داك القرار اللي خدا ومن حيت كلشي ضده ما خصوش حيت التوني ديال المغرب من حقه يلبس التوني ديال المنتخب وكذا ولكن مره اخرى باش يلعب مع المنتخب انا في نظري ديالو من حقه ما يلعبش هادشي اللي غنقول له حيت علاش ما استدعاش غيبقى فيه الحال صراحه اي واحد في حالي دابا انا الا ما عيطش عليا شي واحد في حاله بكم بحال قلتي دابا كنلعب في شي فرقه شحال وكذا وهادي وخرجت وما عيطش عليا ما نلعبش صراحه هادشي اللي كاين واش خاص الجامعه تدخل ما بين خليل وزيش وزياش تشوف تصالح بيناتهم الصراحه هذاك الشيء كيبقى بيناتهم ما عرفتش اختي اش نقول لك هادشي ما عرفتش والله غنضيع علاش حيت هو لاعب مشهور وكيلعب مزيان صراحه كيلعب ماشي شي واحد اللي شي واحد اللي كيلعب وكيعطي مزيان هادشي اللي كنعرف عليه انايا وصافي السلام عليكم المهم على قضية ديال زياش صراحة تصدمنا بهذا القرار اللي سمعنا به على ود زياش صراحة ما دري زوين فهمتيني كوايري وما خاصوش يكون بعيد على المنتخب وصراحة الله ما كاين في المستوى وان شاء الله نتمنوا يرجع للمنتخب ويكون ان شاء الله يلعب في المنتخب ويكون في المستوى ضروري حيت هو لاعب في المستوى فهمتيني وبامكان له يضيف بزاف ديال الحوايج فهمتيني يعني يستاهل يكون في المنتخب يعني لعاب كبير ومشهور ودابا راه في تشيلسي يعني كاع المباريات اللي فايتين مع تشيلسي يعني تاخذ احسن لاعب في المباراه
يعني يستاهل يكون في المنتخب. واش غنقول لك دابا حيت دابا قوت الاراء بزاف وداك الشيء هو هذا الحكم ديالو، ما علاش طبق هو اصلا هذا، علاش طبقوه؟ علاش من الدوله واش فهمتي يقدر يكون شي لعيبه اختلافات في الدوله بين هو الاشكال مع وراه بقى فيه الحال، بقى فيه الحال. علاش؟ حيت هو ما كيرضاش بزاف د الحوايج، حيت خاصو يطبقوا ليه القانون ديالو، عيطوا عليه. واش فهمتي؟ ضروري حكيم زياش راه شي حاجه، تبارك الله تبارك الله، هو اللي كيحرك اللاعب، هو اللي كيحرك صراحه، كيلعب مزيان صراحه. ونتمناو ما تكونش هذه كلمته الاخرى، هذا الشيء اللي كنتمناه. في نظرك واش تقدر الجامعه الملكيه تدخل خيط ابيض؟ ضروري، حيت حكيم زياش ضروري خاص يكون في المنتخب، وضروري الجامعه ضروري غادي تتدخل ان شاء الله، ضروري غادي تدخلوا ان شاء الله، ما غاديش يرفض الطلب، ضروري غادي يجي ان شاء الله. واش فهمتيني؟ ونتمناو ان شاء الله غادي يكون لينا ان شاء الله، باش يكون الفوز ديما لينا ان شاء الله، حيت المنتخب خاصها تربح. واش فهمتيني؟ ضروري خاصها تربح، حيت المنتخب راه شي حاجه، حيت الا ما ربحاش راه كنا كاعين. ايه والجامعه كاعيه واللعاقه ما داخلاش، حيت كون ربحات اللعاقه غتدخل والصوت غيتحرك. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.